القياده ينبغي ان تظل الابره في المنطقه الخضراء، ولكن يجوز عند الفرمله ان تكون هي اوتوماتيكو. لاقاش حنا قلنا بلا الضمان عندكم الخطر، ولكن ملي كتقوي الفريناج شنو كيوقع؟ راه كتسبير ديال الريح، ملي كتسبير ديال الريح ديك الكوي كتهبط. جات شركه سيتي باص مبدا ديال التكوين والتكوين المستمر اللي بدا هذه سنين ودخل في اطار اعداد مخطط. سبقات دورات تكوينيه على السياقه الاقتصاديه، السياقه الايكولوجيه، والان نحن بصدد تكوين او دوره تكوينيه حول موضوع مهم جدا وهو السلامه الطرقيه. فكيحضروا معنا خبراء في هذا المجال، خبير في مجال التقني ديال الحافلات المحركات والهياكل، وخبير ثاني في المجال ديال التكوين ديال السائق على التعامل ديالو مع الحافله مع الزبناء ومع الطريق. فهذا المخطط الهدف ديالو الرئيسي هو اولا تحسيس السائق بالدور ديالو على الطريق، والدور ديالو الاجتماعي لنقل الزبون من وجهه الى اخرى. خلال هذه السنتين السابقتين فكان عدد القتلى على الطريق الوطنيه يفوق 3300 قتيل من جراء حوادث السير. فهاد الكم الهائل او هاد العدد يسائلنا جميعا، وحنا هنا كشركه مواطنه، فلازم باش حنا السائق ديالنا يكون في مستوى اللي كيجعل ان ديك السياقه تكون سلسه وتكون ما كتحدث اي مشكل بالنسبه للمستعملين الاخرين ديال الطريق. الا خدمت انا زرا ما تكونش قصيره بصفه نهائيه. اذا الرالوتي سرع الاخوان راه محكوم عليكم باش تخدموا هذا في الفولفو. وبالنسبه للمينيات، حتى المينيات راني كنفرض الرالوتي خصو يخدم، خصو يخدم فيك وفين كاش يخدم، ولكن ما خصوش يخدم في جميع الحالات، خصو يخدم لي في لابونت. بالنسبه للميني في لابونت خصك تخدم الرالوتي سرع، ويمكن من تشد الطريق دروا من حقك تحيد داك الرالوتي. علاش؟ لاقاش الرالوتي سرع عندك هذاك عندك سو ايشوبمون كيدير السيركوي، الا بغيتي تخلي 800 سوايع كيدير ان سيركوي. اذا حنا شنو كنقولوا في الضروره ملي تكون مغلوب خدموه، وملي ما تكونش مغلوب حيدوه.